رواها ثقه الاسلام الكليني عليه الرحمه في الكافي الشريف وهي روايه طويله اقتطع منها محل الشاهد تتحدث عن مجيء بعض من الزنادقه الدهريين الى الامام الامام الصادق عليه السلام وكانوا يناقشونه احدهم هذه الشخصيه المعروفه الالحاديه ابن ابي العوجاء ففي ضمن مناقشته للامام الصادق عليه السلام قال له اهو في كل مكان اليس اذا كان في السماء كيف يكون في الارض؟ واذا كان في الارض كيف يكون في السماء؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام انما وصفت المخلوق الذي اذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان. فلا يدرى في المكان الذي صار اليه او فلا يدري في المكان الذي صار اليه ما يحدث في المكان الذي كان فيه. هذه صفه المخلوق، صفه الممكن انه ينتقل من مكان الى مكان ويخلو منه مكان، واذا انتقل الى مكان ما لا يدري ما الذي يحصل الان في المكان الاول. فاما الله العظيم الشان الملك الملك الديان فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون الى مكان اقرب منه الى مكان هذا قولنا تبعا لائمتنا عليهم السلام